لكن ما هي المعايير سيد أكرم التي ستحكم المزاج للمقترع يوم يعني الاقتراع؟ كيف يمكن أن نرجح كفة قائمة عن أخرى؟ ما هي يعني المزاجية التي قد يعني تكون غالبة على ذهن المواطن في الضفة الغربية حين يختار بين هذه القوائم المترشحة؟ يعني ربما هناك عدة عوامل تحكم السلوك لدى المواطن في الضفة الغربية. ربما يكون أول هذه العوامل وقد يكون أكثرها هو الانتماء السياسي، ولذلك يعني نلاحظ بأن يعني أبناء الفصائل المشاركة في الانتخابات متحمسون جدا لهذه الانتخابات، وبالتالي الانتماء السياسي هو قد يكون الدافع الأول للمشاركة في الانتخابات أو للتصويت التصويت، نعم، بدراسة اختيار المصوت. قائمة داعمة، الدافع نعم. الثاني، نعم، الدافع الثاني والذي يعني يتم من خلاله دراسة سلوك المصوتين هو الدافع العائلي والعشائري والمناطقي، وما يمثله كل مرشح في القرى والمدن من ثقل عشائري ومناطقي، ولا نستطيع أن يعني نغفل هذا الدافع. وبالتالي نلاحظ بأن العائلات التي تشارك أو العشائر التي تشارك في يشارك أبنائها بالترشح، نسب التصويت بين أبناء هذه العائلة بشكل أكبر بكثير من العشائر التي لم يترشح منها أحد أو يعني أبنائها موجودين في مواقع متأخرة في القوائم. بالتالي السلوك الاجتماعي فيما يتعلق بالعشائرية أو المناطقية له أثر كبير في هذا السياق. العامل الثالث هو يعني ولكنه عامل أضعف من العاملين السابقين، هو عامل البرامج. البرامج ربما يتم طرحها يعني بشكل متقارب إلى حد كبير في الدعاية الانتخابية. لا نلاحظ هناك فرق كبير وجوهري ما بين برامج العملية للقوائم قوي. المتنافسة في هذه الانتخابات. جميع يتحدث عن تنمية، جميع يتحدث عن توفير خدمات الماء والكهرباء، ويتحدث عن فتح طرق، ويتحدث عن هذه الخدمات، ولكن يعني ما يحدد وجهة نظر وما يحدد سلوك الناخب فيما يتعلق بهذه القضايا هو الشخصيات المرشحة في هذه القوائم. هل هذه الشخصيات مؤهلة وستستطيع أن تقوم بهذه المهمة وتطبيق هذا البرنامج الانتخابي، أم أننا أمام برامج انتخابية مأخوذة نسقا ولصقا من يعني من الانتخابات السابقة؟ وبالتالي الشخصيات المترشحة سواء كانت شخصيات مستقلة أو شخصيات عشائرية، أو وزن هذه الشخصيات وخبرتها وحضورها الاجتماعي والسياسي أيضا يلعب الدور الكبير في اتخاذ القرار لدى الناخب فيما يتعلق بالمشاركة. نحن نتحدث هنا عن يعني سلوك المصوت فيما يتعلق بالعوامل الأساسية الثلاثة، سواء كان العامل السياسي والفصائلي، العامل يعني العامل برامج العمل، العشائري والمناطق، إضافة إلى البرنامج الانتخابي أو يعني الشخصيات التي ستحمل هذا البرنامج، هي ما سيحدد سلوك الناخب حول من سيختار نعم. في المرحلة المقبلة.